ومن اليمن إلى فلسطين، حيث أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة نحو 300 آخرين جراء مواجهة القوات الإسرائيلية لمسيرة الجمعة 20 من مسيرات العودة الكبرى على الحدود بين إسرائيل والقطاع. شارك نحو 2000 فلسطيني في المسيرة وأحرقوا الإطارات شرقية مدينة غزة، كما سجلت تجمعات أخرى في نقاط عدة على الحدود مع إسرائيل، إضافة إلى تجمعات في الداخل جمعت عشرات الآلاف. هذا وقد حذر الاتحاد الأوروبي من قرب اندلاع نزاع جديد بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية رغم التوصل لاتفاق يوم الخميس.